ولنقاش ملف حملة الاعتقالات التي طالت الناشطين في عدد من المحافظات ومنها الناصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك وبقناتكم الكريمة وبمستمعيكم الكرام. في ظل تداول أنباء عن حملة دهم واعتقال حكومي للناشطين والمتظاهرين في الناصرية، ما مدى صحة ذلك وما تفاصيل حملة الاعتقالات هذه؟ سيدتي العزيزة، نحن نعلم من البداية أن القوة التي أرسلها السيد الكاظمي لذيقار ظاهرها يؤكد أنه هذه القوة أتت لحفظ الأمن في المحافظة ولحماية المتظاهرين. لكن هناك ملاحظة بسيطة، عبد الغني الأسدي هو عضو هاي اللجنة اللي اجت للناصرية، التقت أحد قتلى ميليشيا الصدر. طبعا ميليشيا الصدر هي المعتدية على المتظاهرين وهي من أحرق سيف المتظاهرين. فحسب ما شفنا أنه يقول قتل التيار الصدري يعتبرهم شهداء ويقول لهم احنا ما اجينا لحمايه المتظاهرين ولا ان علاقه بهم، انما اجينا نعازيكم ولازم ناخذ الثأر شهداء التيار الصدري. يعني قتل الميليشيا المهتدين يعتبرونهم ناس شهداء، وهاي الناس المظلومه اللي ساحه الحبوبه اصحاب الحقوق هي مو شهداء في راي اللجنه. هاي اللي اجت احنا نعرف من البدايه هنالك اتفاق مسبق بين ميليشيا مقتدى الصدر وبين شركائه في العمليه السياسيه لقمع المتظاهرين وللقضاء على ساحه الحبوبي، وطبعا فشلت كل اوراقهم، هي بقت اخر ورقه عند مقتدى الصدر باعتباره يعني الى ثقل بالساحه والى وجوده والى جمهوره الواسع، لكنه فشلت هذه الورقه من خلال انه المتظاهرين يعني ثاني يوم بعد حرق القيم نزلوا للساحات بقوه. فما بقى عندهم وسيله الترهيب من خلال شن حمله احتقالات على نشطاء ساحه الحبوبي من خلال مداهماتهم الى منازلهم. طبعا هسه اكثر النشطاء غيروا اماكنهم بهم من يعني راح الأقارب او راح الى قضاء معين او الى صديق اختباء عده، وبهم التزم ساحه الحبوبي، يعني ما يروح البيت يبقى في ساحه الحبوبي لان ساحه الحبوبي ما نعم. ما تشمل هاي المداهمات باعتبار انه راح تكون اكو يعني فد ضجه اعلاميه كذا في ساحه الحبوبي. فالعديد من اخوان المتظاهرين حاليا ما يتواجدون ببيوتهم، واكو مجموعه من الاخوان تم احتقالهم وبعضهم يعني حاولوا يكون القبض عليهم لكنه لانتباههم للحاله تمكنهم من الفرار امام هاي القوات المداهمه. نعم، كيف ينظر الثوار والمتظاهرين لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بعد حملة الاعتقالات هذه ووعوده الكثيرة للكشف عن قتلة المتظاهرين وحمايتهم؟ سيدتي العزيزة، السيد الكاظمي أو رئيس الوزراء الكاظمي أصلاً هو ما عنده نية لكشف قتلة المتظاهرين. لو كانت هاي النية موجودة اصلا هو من البداية قال خلال اسبوع او اسبوعين انه راح نكشف عن قتلة المتظاهرين. احنا نعرف يعني مطالب الشعب فيها اكو مطالب يعني مستعجلة ممكن تحقيقها خلال اسبوع، واكو مطالب تحقيق ما تتحقق باسبوع، يعني رادنا ثلاث شهور. احنا اللي تتحقق بسرعة هو قتلة المتظاهرين، ناس معروفين يعني يقدرون خلال 24 ساعة يكشفون عنهم. نعم، قتلة المتظاهرين واكو شكاوى مقدمة عليهم من قبل اهالي المتظاهرين وعلى راسهم جميل الشمري. جميل الشمري يعني في وضح النهار امام مرأة ومسعى الاعلام والعالم كله عرف انه جميل الشمري قائد قوة قتل المتظاهرين على جسر الزيتون، مجزرة جسر الزيتون. اين جميل الشمري؟ اين اختفت مذكرة القبض التي صدرت عليه من المحكمة؟ جميل الشمري لم يتم اعتقاله. قادة الميليشيات المتهمين بالقتل لم يتم استجوابهم اصلا. انما جاء السيد الكاظمي لنستطيع ان نقول انه حمامه السلام، يعني كحمامه السلام بالاتفاق مع الاحزاب والحكومه الموجوده تم تكليف الكاظمي ان يتعامل مع الازمه بسلاسه وبسياسه
لاحتواء غضب الشارع، ليس الا لاحتواء غضب الشارع. الكاظمي لم يقدم شيء، وحاليا ساحه الحكومه تطالب باسقاط حكومه الكاظمي. حاليا متظاهرين حبوبي لا يثقون بالسياسيين بكل احزابهم، لا علماني ولا اسلامي ولا غيره. كل الموجودين شركاء العمليه السياسيه حاليا يعني موضع شبهه بالنسبه لمتظاهري ساحه الحبوبي. نحن جميعا نطالب باقاله الكاظمي وحكومه الكاظمي واسقاط الطبقه السياسيه بالكامل. نعم. حاليا هسه احنا اكو عندنا الجمعه اللي هي جمعه الغضب. دعوه عامه لكل المحافظات المحتفظه، ان شاء الله راح ننزل بقوه وراح نرفض حكومة الكاظمي ونرفض التصرفات اللي صدرت من خلالها عن تكليف قوات أمنية لمداهمة منازل النشطاء السلميين، وهذا مخالف في هذا السياق. سيد كاظم، ساحة الحبوبي كانت قلب ثورة تشرين النابض منذ البداية، وبعد حملة الاعتقالات والانتهاكات الأخيرة كان هنالك تضامن كبير مع سكان الناصرية، ويستعد المتظاهرين إلى جمعة الناصرية. كيف تتوقع أصداء هذه الجمعة عند المتظاهرين الذين ربما كانت محاولات لإرهابهم بحملة الاعتقالات والقمع الأخيرة؟ سيدة العزيزة، أبناء الناصرية كما عهدناهم هم حاليا يعني الناصرية هي نستطيع أن نقول هي عاصمة الثورة، ليس في العراق فقط، عاصمة الثورة السلمية في كل دول العالم وكل دول الجوار تعرف أنه الناصرية حاليا هي قود الثورة. كثير من المحافظات إخوان المحافظات وإحنا نشيد بجهودهم، وأيضا الناس متظاهرين وقدموا، لكن تبقى الناصرية هي قلعة الصمود والتحدي. كل ما زادوا الضغط عليها والارهاب والاعتقالات تزيد، بدليل هاي الحرق السير مؤخرا على يد الميليشيات. جميع الميليشيات راهنوا على انه التيار الصدري هو الوحيد بعد حرق السير استطاع ان يقضي على ساحه الاعتصامات وانتهى كل شيء. لكنه اللي شفناه ثاني يوم الصبح تفاجئنا انه اجى مد وموجات بشريه ضخمه، بحيث القوات الامنيه ما صمدت امام هذا الموج الهائل البشري لدقائق. واذا نلاحظ انه الساحه امتلت بالنشطاء وبالمتظاهرين على اكثر مما كان عليه. فابناء الناصريه حاليا عازمين على النزول الى ساحه الحبوب يوم الجمعه وبقوه، والجميع يؤكد لا عوده الى المنازل الا بتحقيق المطالب المشروعه، وعلى راسها محاسبه قتله المتظاهرين واسقاط العمليه السياسيه بالكامل. حاليا العمليه السياسيه فشلت بكل مكوناتها وبكل شخوصها، لا يمكن الوثوق باي واحد منهم ومن ضمنهم السيد الكاظمي. نعم. الكاظمي لم يقدم شيء، الكاظمي يخدم العمليه السياسيه ويخدم الاحزاب وتجاهل مطالب الجماهير التي وصل، لولا هذه الجماهير لم يستطع ان يصل الى هذا المنصب. شيوخ وجهاء قبيلة بني تميم في واسط أعلنوا دعمهم للتظاهرات، ما أهمية دعم العشائر لثورة تشرين، وهل سيحد ذلك من الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون؟ لو كانت النية صادقة للعشائر لما تمكنت هذه الميليشيات من اختراق صفوف المتظاهرين أو مداهمة بيوتهم. طبعا العشائر اللي انتقلها القوي، لكنه العشائر لم يقدموا شيئا، شيوخ العشائر الا بعضهم القليل تضامن مع الثوره ووقف مع الثوار. ولاحظنا اخر اجتماع مع خليه الازمه هنالك شيوخ لم نراهم في ساحات التظاهر يفاوضون ويساومون على دماء ابناء بلدهم. الشيوخ موقفها لم يكن مشجعا بالمستوى المطلوب. شكرا جزيلا لك، نشط في تظاهرات كاظم ماجد، حدثتنا عبر الهاتف من الناصرية.